إذن متابعينا الأوفياء، أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر هنا من منطقة القلعة، حيث عاد الهدوء نسبيا إلى شوارع الجامعة الترابية للقلعة التابعة لعمالة تينس كانت ملول بعدما عمت الفوضى قبل ساعات من الآن كل أزقة وشوارع هذه المنطقة بسبب الشغب الذي أثره بعض الأفارقة المنحدرين من جنوب الصحراء بفعل اعتداء على إفريقي حسب قولهم، الشيء الذي أدى إلى فوضى عارمة في المنطقة. طبيعة الحال فغادي نحاولوا أننا نحدوا الاتصالات هكذا. ولينا في السيبه. إذن متابعينا الأوفياء كما قلت، فتعزيزات أمنية مكثفة تشهدها منطقة القلعة التابعة ترابيا لعمالة تينس غانيت ملول بعدما عمت الفوضى والشغب شوارع المنطقة بفعل أحداث لا إنسانية لمجموعة من الأفارقة المنحدرين من جنوب الصحراء. ومعنا واحد من الضحايا الذين ربما لم يسلموا من هذه الاعتداءات المتكررة لهؤلاء الأفارقة الذين دائما ما يثيرون بين الفينة والأخرى الفوضى العارمة بالمنطقة. فغادي نحاولوا ناخذوا الارتسامات ديالو وشنو السبب الرئيسي ديال هذا الحادث. تفضل اخي، عاود لنا شنو وقع بالضبط ولماذا يعني هذا الاستنفار وما هي الاسباب التي ادت الى هذه الفوضى العارمه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا من الضحايا ديال يعني الاعتداءات اللي وقعت هذا الصباح في مدينه القليعه من طرف المهاجرين الافارقه. انا كنسكن قريب يعني الشارع، كنسمع الصداع الصباح والبنيه ديالي غادي داخله المدرسه، غادي باش نخرجها باش تمشي للمدرسه، فاذا به كنتلاقى بواحد الحشود كثيره ديال المهاجرين الافارقه حابسين الطريق اللي حيل الحجر وسط من الطريق، اللي داز من الدراري الصغار الكبار ما سلم حتى واحد، ما سلم منهم بنتي راه بزز باش دوزتها، ما شقد انفس باش دوزتها، والناس عاوتاني بغا يدوز شي واحد شي راجل كبير ما يخليوش يدوز، شي مول بيكالا غادي يخدمه ما يدوزش، لومبيلونس جايه من يعني من اتجاه ديال بيكورا غادا لينزكان ما تدوزش، يعني داروا الفوضى، ضربوا عباد الله، ضربوا الناس. انا داو لي التليفون، اللي خدا التليفون بغى يصور كي ياخذوا لي التليفون يضربوه ويدي يمشي التليفون. الناس ديال الدرك الملكي حتى هما ترشقوا بالحجاره، القوات المساعده حتى هما ترشقوا بالحجاره، يعني الناس ما لقاو ما الدرك الملكي ولا السلطات هي وما يعني يسيسوا معاهم هي وما لا رعب حقيقي عشنا معاهم بصراحه، لان كان باش ترشق بالحجاره من طرف المهاجرين. حنا كنا انا كنقولوا ماشي كنا ومازال باقي كنقولوا مرحبا بهم، يعني في اطار العلاقات العمق الافريقيه ولا العلاقات الاسلاميه ولا العلاقات يعني الانسانيه، ولكن باش يبداو يرشقوا بالحجاره المواطنين الحشومه عيب. هادشي ما تقريبا راه يتجاوز واحد تجاوز واحد 800 واحد تقريبا، شي 800 واحد تقريبا اللي كانت الصباح تقريبا تكون شي 800 واحد اللي كاين. هما كانوا ملاقين في هذه النقطه اللي كيتلاقاو في الصباح باش كيمشيو للفيرما كيخدموا فيها. من بين وقيله يعني الاشياء اللي تيقولوا بان ما المغاربه ما تيخليوهم يمشيو يخدموا، ما بالعكس ملي كيجيو الصباح هذوك البيكوبات باش يديو الناس الفيرما راه كلشي كيمشي يخدم.
هما قال لك لا كيضيقوا المغاربه تيضيقوا علينا ما كيخلوناش نمشيو نخدموا، بالعكس تيمشيو يخدموا بالعكس في القليعه ديال المنطقه اللي كيجيو فيها الافارقه باش يمشيو يخدموا في الفيرمات، ولكن عاوتاني باش يكون عاوتاني هاد الاعتداءات على الناس راه ما هادشي ما كيبغيش لا في القانون لا في الانسانيه لا في اي حاجه بغيتها، ما يمكنش باش تضرب الناس مواطنين ما داروا لك والو، ما يمكنش بغيتي الظاهر بغيتي دير شي وقفه بغيتي دير شي تظاهره، كاين مناطق فين تمشي العماله سير قدام الباشاويه سير قدام الدرك الملكي، ولكن باش تعرض الناس مواطن عادي ما دار لك والو وتضربوا حشومه، راه الناس كلولصه راه الطوموبيلات تهرسوا راه يعني المحلات ديال التجاره هما تكسروا، فهادشي راه يعني القليعه هاد الصباح هادي عشت الرعب، عشت واحد الصباح ديال السبت اسود، انا من بين الضحايا اللي مشى ليا التليفون خداو ليا التليفون ديالي، ف زعما الله يدير شي تاويد الخير وصافي. اذا كما سمعتم متابعينا الاوفياء صراحه الشهاده تدمي العين بطبيعه الحال للحظات ديال الشغب التي عاشتها المنطقه بفعل هؤلاء المهاجرين جنوب الصحراء الذين احدثوا حاله من الرعب والهلع في صفوف المواطنين هنا بمنطقه القليعه بعمله انزغان ايتملول كما تتابعون معنا من خلال هذا البث المباشر متابعينا الاوفياء، استنفار امني كبير على اعلى مستوى والذي تعرفه المنطقة بطبيعة الحال بفعل هذه الأحداث ديال الشغب وأحداث الفوضى العارمة التي عمت المنطقة بفعل هؤلاء المهاجرين جنوب الصحراء الذين أحدثوا حالة من الرعب والذعر في صفوف المواطنين بفعل الأحداث ديال الشغب بطبيعة الحال والتخريب وأيضا الاعتداءات المتتالية على العديد من المواطنين الذين لم يسلموا من هذه الاعتداءات. كما كتشوفوا حالة من الاستنفار التي تشهده المنطقة كما كتشوفوا معنا على المباشر. أنتم كتشوفوا يعني شوارع المنطقة كلها مليئة بالعناصر الأمنية التي هبت من أجل بطبيعة الحال استتباب الأمن والحفاظ على النظام العام بفعل هذه الأحداث الفوضوية وهذه أعمال الشغب التي أحدثها هؤلاء المهاجرين جنوب الصحراء. ربما الشرارة الأولى انطلقت بفعل الاحتجاجات حسب يعني تصريح اللي خذينا من أحد المواطنين ديال المنطقة اللي أكد لنا بأن هؤلاء كانوا يطالبون بمطالب ربما هي مطالب اجتماعية بفعل يعني انعدام فرص الشغل، لكن هذا ليس بمبرر أن يتم تكسير ممتلكات الآخرين وأن يتم الاعتداء على الممتلكات العامة وإحداث الفوضى والرعب بالشارع العام. ولله الحمد فالسلطات الأمنية هبت فبطبيعة الحال كتشوفوا يعني استنفار أمني كبير على أعلى مستوى تشهده المنطقة من أجل إعادة الأمور إلى نصابها ومن أجل أيضا الحفاظ على النظام العام بالمنطقة. فتحية كبيرة لكل العناصر الأمنية وأيضا السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة على التدخل السريع الذي أعاد الأمور إلى نصابها، فتحية كبيرة لكل الجنود المجندين من أجل الحفاظ على النظام العام هنا بمنطقة القليعة. كما قلت متابعينا الاوفياء كما ترون معنا استنفار كبير تشهده شوارع جامعة القليعة بفعل هؤلاء الافارقة جنوب الصحراء الذين احدثوا حالة من الذعر والرعب في صفوف المواطنين بفعل احداث الشغب وفوضى التي انطلقت منذ الساعة الاولى من صبيحة اليوم والذين
أقدموا على إشعال فتيل هذه الأحداث اللي كنشوفوا. بطبيعة الحال أنتم كتشوفوا يعني الاستنفار الأمني الكبير الذي تشهده المنطقة متابعين الأوفياء في كل مكان. فهؤلاء الأفارقة خربوا وضمروا العديد من ممتلكات الغير كما كتشوفوا معنا على المباشر. وكانت هناك بطبيعة الحال مجموعة من الضحايا الذين لم يسلموا بالبتة وبالمرة من اعتداءات هؤلاء الأفارقة جنوب الصحراء الذين أحدثوا حالة من الفوضى العارمة بجماعة القلعة التي تعد واحدة من الجماعات التي تأوي هؤلاء الأفارقة جنوب الصحراء والذين ينشطون بشكل كبير جدا بهذه المنطقة كما كتشوفوا معنا على المباشر متابعينا الأوفياء.